دورة الثامنة التاسعة خامسة عشر ثامنة عشر مؤملا أن تستمر هذه الدورات الخيرة لأبناء الخليج. هنا الملتقى، هنا أخوة المسلمون التم شملنا، فهذا ابن عمي وهذا أخي، ودين السماحة إسلامنا. بسم الله الرحمن الرحيم، وعلى بركة الله، وبعون من الله سبحانه نعلن عن افتتاح دورة كأس الخليج العربي لكرة القدم. متمنين للجميع كل سعادة وكل سرور، وللفرق المشاركة كل التوفيق والنجاح. نعلن افتتاح دورة كأس الخليج العربي الثالثة والعشرين